بعض الناس في عصرنا الحالي حينما يسألون عن شيء ما يرددون مجيبين الله ورسوله أعلم، فهل هذا يصح في وقتنا الحاضر؟ لا بأس به إن شاء الله، إن شاء الله لا بأس بذلك إن شاء الله. رد العلم إلى عالمه هذا أفضل من كون الإنسان يتكلم بغير علم. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى أعلم، وكذلك رسوله أعلم بما علمه الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. أناس يعتبرون أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد موته لا علم له، ولذلك يستنكرون عبارة الله ورسوله. لا أعلم مانعا من ذلك، لا أعلم مانعا من ذلك أن يقال الله ورسوله أعلم، يعني أعلم يوم أن كان عليه الصلاة والسلام حيا. اللهم صل على، وسنة هذا سنته قائمة عليه الصلاة والسلام بعد وفاته. وعلمه موجود عليه الصلاة والسلام بعد وفاته، لم ينتهي علمه، موجود في سنته المتوارثة. قال صلى الله عليه وسلم: مثالكم فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي.